قنديل النصح هنا وقدا عن تربية الأبناء حكا برنامج نور ما نقدا يسمو في عليانا وزكا أنصت تجد الدنيا ارتسمت فيها البسم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وقل رب زدني علما. أما بعد، إخوتي الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في الحلقة الماضية عما يتعلق بالعقيقة للمولود والختان، وحديثنا في هذه الحلقة يدور حول أسباب الانحراف عند الأولاد، وما أكثر أسباب الانحراف، بل ما أكثر العوامل الهدامة في المجتمعات التي نعيش بها والتي تعترض طريق المربين والتي تحيط بالأولاد من كل جانب. فإن لم يكن المربون من آباء وأمهات وغيرهم على مستوى المسؤولية وعلى علم بأسباب الانحراف وطرق المعالجة لهذا الانحراف، فعلى الأولاد الضياع والشقاء. هذا مما يؤسف فعلا. فالإسلام جاء بقوانين ناجعة في كل مجال من مجالات الحياة، وفي هذا المجال جاء بمبادئه السامية وبتشريعاته الحكيمة، ليعلم أنه وضع الأسس من أجل حماية الجيل من الضياع، ومن أجل حماية المجتمع أيضا من الشقاء والضياع. من أهم أسباب الانحراف نذكرها على سبيل المثال لا الحصر: أولا الفقر. فإذا ما كان الولد جائعا وليس عنده كساء وغذاء، فإنه سيخرج خارج البيت، لا يجد من يعطيه، فيلجأ إلى أساليب ملتوية بعد أن يغادر البيت سعيا وراء الرزق، تتلقفه أيدي السوء فينجرف معهم ويكون خطرا على الأنفس والأموال والأعراض. الإسلام جاء بتشريعه العادل من أجل حماية المجتمع من هذا السبب، فوضع الزكاة كركن من أركان الإسلام، والصدقات من أجل أن تعطى للفقراء، من أجل رعاية المجتمع ورعاية الأرامل والأيتام، من أجل أن يقضي على الفقر. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذون من الفقر: لو كان الفقر رجلا لقتلته. قال قائل: إذن لو كان الفقر رجلا لقتلته. وذلك لتأثير الفقر السلبي على الأولاد وعلى غير الأولاد أيضا. الإسلام إذن عندما حارب الفقر طلب تأمين العمل للمواطن ورعاية الأيتام والأرامل وإعطاء مرتب للإنسان العاجز والعاطل عن العمل، وذلك من أجل إنشاء المجتمع العادل الذي توجد فيه الإلفة والمودة. بذلك يقضي على أسباب الفقر وعلى مظاهر الفقر وعلى الشقاء والتشرد والجريمة التي تكون نتيجة الفقر. السبب الثاني هو حالات الخصومة بين الآباء والأمهات. يرى الولد ذلك في البيت، يريد أن يرتاح قليلا فيخرج إلى الشارع، ينجرف مع رفاق السوء، فيكون خطرا على البلاد والعباد. والإسلام عالج هذه المشكلة من الأساس
عندما طلب من الزوج والزوجة انتقاء شريك الحياة على أساس الدين والخلق من أجل المودة والرحمة التي توجد في قلبيهما لبعضهما البعض، من أجل إنشاء أسرة سليمة فيها الأمن والاستقرار والأمان. من أسباب الانحراف حالات الطلاق، وما أكثرها في أيامنا هذه للأسف، مما يؤدي إلى الانحراف حينما لا يجد الولد أما تحن عليه ولا أبا يرعاه، فإنه سيندفع نحو الانحراف والفساد. ويزداد الأمر سوءا حين تتزوج الأم المطلقة من زوج آخر، بل يعقد المشكلة أكثر حينما لا ينفق الأب على الأم والأولاد بسبب الفقر. الأم تلجأ إلى العمل وتترك الأولاد تربية للشارع من غير رعاية، مما يجعلهم ينحرفون. والإسلام بمبادئه الرشيدة أمر كل من الزوجين القيام بحقوقهما نحو بعضهما البعض حتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه. ومن أهم حقوق الزوج على الزوجة أن تحفظ للزوج ماله ونفسها، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير ما يكنز الرجل؟ المرأة الصالحة، إذا نظر إليها سرت، وإذا أمرها أطاعت، وإذا غاب عنها حفظته بمالها ونفسها، رواه ابن ماجه. ومن الحقوق أيضا قيام الزوج بالإنفاق على الزوجة والأولاد، وذلك مصداق قوله عز وجل: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ومن الحقوق أيضا أن يغض الزوج الطرف عن بعض نقائص زوجته، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يفرق، أي لا يبغض أو يكره، لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، رواه الإمام مسلم. ومن هذه الحقوق المتبادلة بين الزوجين هي المعاشرة بالمعروف والملاطفة خاصة للزوجة، لقوله سبحانه وتعالى: وعاشروهن بالمعروف، ولقوله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وقد روى الإمام البخاري ومسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. وهناك حقوق أخرى أيضا، لذلك يا إخوتي علينا أن نتعامل في البيت من ناحية الحياة الزوجية بإعطاء كل حقه للآخر وبواجباته تجاه الآخر. ولكن إن تعذر الوفاق لسوء خلق أحد الزوجين فلا يلجأ إلى الطلاق مباشرة، بل نرى أن الإسلام وضع أيضا طرقا احتياطية، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. يلجأ إذن إلى الطرق الاحتياطية. أولا الوعظ والإرشاد، فإن لم ينفع ينتقل إلى الهجر في المضاجع، وإن لم ينفع الضرب غير مبرح بشرط ألا يترك أثرا في الجسد ولا يكون مؤلما. ثم بعد ذلك إلى التحكيم، حكما من أهله وحكما من أهلها، من العقلاء، من أجل أن يروا ما هي أسباب المشكلة ومن أجل أن يجدوا لها حلا. فإن تعذر الوفاق بعد كل هذه الطرق الاحتياطية يطلقها تطليقة واحدة أملا في إعادة الحياة الزوجية. وإن لم ينفق الزوج على زوجته الدولة تتحمل ذلك. من أسباب الانحراف الفراغ وعدم الاستفادة منه، حيث يتحكم بالأحداث حين
نرى أن الولد منذ الطفولة مولع باللعب، يحب الفسحة والركض والتسلق والرياضة، فعلى المربين إذن أن يستغلوا هذه الظاهرة في الأطفال ويملأوا فراغهم بما يعود عليهم بالنفع الجسدي والأخلاقي. فإن لم يتيسر هؤلاء الأولاد أماكن اللعب والرياضة والنزهات، سيختلطون بقرناء السوء مما يؤدي إلى الانحراف. والإسلام بتوجيهاته عالج الفراغ عند الأطفال بما يصحح أجسادهم وبما يكسبهم النشاط والحيوية، ومن أعظم هذه الوسائل تعويدهم على العبادات ومنها الصلاة كركن من أركان الإسلام لمنافعه الروحية والخلقية والجسدية، بل من الوسائل العملية التي وجه إليها الإسلام فنون الحرب والفروسية والمصارعة من أجل تقوية الجسد ومن أجل ملء الفراغ عند الطفل. كذلك وجه الولد لإشغال فراغه بالمطالعة الهادفة والرياضات المتنوعة التي تعود بالنفع عليه. روى البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال للحبشة حينما أخذوا يلعبون بحرابهم في المسجد: دونكم يا بني إرفدة، لتعلم اليهود أن في ديننا فسحة. وروى مسلم رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ولو طبق المربون هذه التعليمات لأكسبوا أولادهم قوة وعلما وصحة، ولملأوا فراغهم بما يعود عليهم بالنفع في دنياهم وأخراهم. ومن أسباب الانحراف رفاق السوء، خاصة عندما يكون الولد بليد الذكاء، حين يكون ضعيف العقيدة يتأثر بمصاحبة الأشرار، يأخذ من أخلاقهم وعاداتهم السيئة، ويصعب بعد ذلك رده إلى جادة الصواب. لذلك نرى أن الإسلام أمر بمراقبة الأولاد، من يصاحبون، مع من يذهبون، إلى أين يذهبون، الأماكن التي يرتادونها، السؤال عن رفاقهم. لذلك هذه الأسئلة يجب أن تكون من خلال الآباء والأمهات، من خلال المربين، كما وجه النبي صلى الله عليه وسلم الأولاد وآباء الأولاد على أن يختاروا لهم الرفقة الصالحة. وقد حذر الإسلام من رفاق السوء، قال تعالى في كتابه الكريم: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. بل قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه البخاري ومسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك أو تشتري منه أو تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو تجد منه ريحا منتنة. فعلى المربين إذن الأخذ بهذه التوجيهات حتى يكون الأولاد أتاة خير وسبل إصلاح لإصلاح المجتمع. من أسباب الانحراف أيضا سوء معاملة الأبوين للولد، ويكاد يجمع علماء التربية على ذلك. إذا عمل الولد معاملة قاسية من ضرب شديد أو توبيخ أو تشهير أو سخرية، فإن ردود الفعل ستكون عنده سلبية، ستظهر في سلوكه، ستظهر في أخلاقه، لربما ينتحر، لربما يضرب أحد والديه، إذن يقاتل والديه، يقاتل أمه وأباه، لذلك أو يترك البيت. من سوء المعاملة ينقلب مجرما، والإسلام بتعاليمه القويمة يأمر كل مرب خاصة الآباء والأمهات بأن يتحلوا بالأخلاق العالية والمعاملة الرحيمة. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وقال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقوله تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه البخاري: إن الله يحب الرفق في الأمر كله، فرحم الله والدا أعان ولده على بره. توجيهات إسلامية للأخذ بها
إذا أردنا لأولادنا حياة فاضلة. أما غير ذلك من القسوة والعقوبات الشديدة فإنها تربية خاطئة تودي إلى غرس بذور الانحراف والتمرد عند الأولاد. من أسباب الانحراف مشاهدة أفلام الجريمة والخلاعة، مما يؤدي إلى انحراف الولد. يريد أن يقلد ما يراه، يريد أن يفعل ما يراه في هذه الأفلام فينقلب مجرما. والإسلام وضع أمام الآباء منهجا قويما للتربية وللوقاية من غضب الله ودخول جهنم. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فمسؤولية الأب والأم أن يمنعوا أولادهم من مشاهدة مثل هذه الأفلام، فالمسؤولية على عاتقهم كبيرة. قال صلى الله عليه وسلم: الرجل راع في بيت أهله ومسؤول عن رعيته، رواه البخاري ومسلم. ومن منهج الإسلام إزالة الضرر، فكل ما يضر يجب أن نبعد أولادنا عنه. قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه ابن ماجه: لا ضرر ولا ضرار. لذلك على الوالدين أن يمنعوا أولادهم من مشاهدة مثل هذه الأفلام. من أسباب الانحراف البطالة في المجتمع الذي يعيش به ذلك الإنسان، مما يحمله على الكسب غير المشروع عن طريق الغصب، السرقة، عن طريق الرشوة وغير ذلك من الكسب المحرم. والإسلام عالج المشكلة بأن تتكافل الدولة مع الأفراد، تتكفل برعايتهم وتعطيهم رواتب شهرية وتؤمن لهم العمل، وأوجب على المسلمين أن يرعوا مصالح بعضهم بعضا، مساعدة المجتمع لبعضه بعضا، مساعدة الأفراد لبعضهم بعضا، من أجل أن ينشأ الجيل الذي يكون بعيدا عن البطالة. من أسباب الانحراف تخلي الأبوين عن التربية، مما يؤدي إلى الانحراف وإلى فساد الأخلاق لانشغال الوالدين عن هذا الطفل. من أسباب الانحراف مصيبة اليتم، عندما يفقد الولد أباه فلا يجد يدا حانية ولا يجد قلبا رحيما ولا أوصياء رفق ولا رعاية ومعزة، لا شك أنه سيندرج نحو الانحراف. جاء الإسلام بتعاليمه قائلا سبحانه وتعالى: فأما اليتيم فلا تقهر. وقوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصطون سعيرا. ومنها قول النبي صلوات ربي وسلامه عليه: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بأصبعي السبابة والوسطى، كناية عن قرب المنزلة من النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الترمذي. هذه أهم العوامل الأساسية في انحراف الأولاد، فما أجدر بالآباء أن يمشوا على سنن الإسلام ومنهجه القويم حتى يكون أولادنا بناة قدوة صالحة لغيرهم. ولا يسعنا في هذا الختام إلا أن نتضرع إلى الله عز وجل أن يوفق أبناء الإسلام إلى ما فيه عزهم وسعادتهم، وأن يلهمهم الرشد والسداد، وما ذلك على الله بعزيز. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.